فخرناه بسلخ تعنس وقطعته هالحجم، حبة بصل، 3 حبات متوسطة حجم طماطم، معدنوس، لحم مثروم، ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر مطحون خشن حار. هسه أبدي أخلطهم. خلي شوية طحين مو كله، بعد يحتاج هذا الجريش نسوي فيه كبة، نقعته 5 دقائق بس، شوية شوية مي. هسا عجن أشوف إذا يحتاج بعد مي أخلي. هسا أشوفكم العجينة صارت جاهزة، عرفت إيش دا أسوي مو؟ عروق. هذا قوام، هسا راح أبدي أقلي. هسا أخذ بالهاي ملعقة مال خشب لأنه عندي تيفال ما يصير، ملعقة ستيل هيجي أفتحهم. هاي هنا قلبتهم، شوفوا الجريش شلون يطلع حلو بالعروق وهيك ينطي قرمشة. خلص طيب، وهاي النتيجة النهائية، عروق، قرنبيط، لحم مفروم وخضروات، وأكيد ويا الطرشي هذا اللي يعني طبعا أسويه كله هوم ميد، مخللات، الزيتون لا حاضر، والخبز أكيد مالتي يعني مسويته. جمال شكرا للمتابعه.